احنا عملنا تقريبا 53% بروجرس من 2016 2017. 2016 احنا كنا قفلنا تقريبا او كنا انتهينا العام بما يقارب من 5.3 مليون، وده كان عدد ضئيل. احنا اعلى، خلينا برضو نشوف البنش مارك بتاعنا، احنا اعلى سياحه عملناها في مصر كانت سنه 2010، وكنا حققنا 14.5 مليون سائح. يعني طبعا كل الشركات السياحه وكل الفنادق بتحاول وبتصرف كتير علشان تحسن الصوره، وبتصرف بره حملات اعلانيه جامده جدا. طبعا محدش بيحس بيها قوي دي، بس ده اللي حصل فعلا. مع وطبعا وجود الدوله برضو بتساعد، وهيئه تنشيط السياحه بيساعد، محافظه البحر الاحمر بتساعد على قد ما بتقدر. أيها الأخوة، 60، 61، 62، 63، 64.